السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا عايزة أنبهكم على حاجة قبل ما تنزل عندنا، علشان هي طالعة كتير قوي في الأجانب، ويعني حاجة زي هبة جديدة كده في اللي عند الأجانب، والحقيقة في بعض الدكاترة كمان بيروجوا للحكاية دي، فأنا حبيت إن أنا أقول لكم على الحكاية دي علشان قبل ما توصل عندنا أبقى نبهت. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. طبعا طالع دلوقتي حاجة اسمها ان انا احط علشان الباجز اللي تحت العين، او علشان محيط اوهالات العين او الانتفاخات اللي حوالين العين. فطالع ترند ان بره ان يستخدموا اللي هو البريبريشن اتش كريم. ايه البريبريشن اتش ده؟ اللي هو كريم الايه اعزكم الله البواسير، خلاص. فالناس بتستخدمه على اساس حصل بالصدفه مع ناس فحسن لهم الباجز اللي تحت العين، فابتدوا ترند ان ايه، طب استعملوه، ده سحر، ده مش عارف ايه والكلام ده كله، وبقت هبه جديده في الموضوع ده. فانا عايزه بس افند لكم الكريم ده فيه ايه، وهل صح ان احنا نستخدمه ولا لا تحت العين. طبعا انا عارفه ان كريمات العين بطيئه ومعظمها يعني فعاليتها بتاخد وقت طويل جدا، فعشان كده الناس زهقانه من الموضوع ده، وفي حالات بتبقى جراحيه الحقيقه، لا بتنفع معاها كريمات ولا بتنفع معاها حاجه، توتالي جراحيه. ففي الناس بتزهق فبتروح ورا اي هبه، فعشان كده انا عايزه انبهكم من الكريم ده. طبعا كريم البواسير في الغالب، طبعا هي انواع مختلفه وتركيبات مختلفه، بس في الغالب بيبقى حاطط مثلا، في على سبيل المثال يعني مثلا حاجه مرطبه زي الجليسرين مثلا. اللي يهمني بقى ان بيبقى حاطط فيه مثلا لوكال انستيزيا اللي هو مخدر موضعي، وبيبقى حاطط فيه كورتيزون هيدروكورت، كورتيزون مع في الخلطه، وبيبقى حاطط فيه حاجات قابضه للاوعيه، خلاص. ليه؟ علشان طبعا في واحد كان كاتب ان احنا ان تركيب السكن اللي حوالين العين زي تركيب المكان بتاع البواسير، فاحنا طبعا عشان كده متشابه، فبالتالي يلا نستخدمه. طبعا ده مش صحيح ومش حقيقي. السكن اللي حوالين العين غير البواسير او المكان بتاع البواسير اللي بيبقى فيه اوعيه دمويه متضخمه، وبيبقى فيه الم، وبيبقى فيه بعض الاعراض، فعلشان كده وبيبقى تبطينه مش نفس تبطين الجلد بتاع الوش او بتاع العين. فبالتالي هو لما صنع الكريم ده صنعه للمكان ده، حاطط فيه زي ما قلنا الانجريدينتس دي. لو فندناها كده ولقينا الناس استفادت ليه؟ الناس استفادت كاستفاده مؤقته، ده ممكن يحصل بالفعل مثلا بتاثير ايه؟ تاثير الكورتيزون، لو حد عنده مثلا حساسيه مغمقه له المكان، لو حد عنده ممكن قبض الاوعيه الدمويه فقلل شويه الميه اللي منتفخ بيها المكان، الكلام ده كله، فهم لاحظوا تاثير سريع. طبعا المشكله في ايه؟ ان الناس ما بتستخدموش مره مثلا او حاجه او كده، لا ده بيستخدموا خلاص، بتبتدي تستخدمه على طول، ويعني على طول كرونيك يوز، على طول تستخدمه بقى، تستخدم الكريم. ايه نتيجه استخدام الكريم ده بالحاجات اللي احنا قلنا عليها؟ طبعا الكورتيزون ممكن يسبب ترقق الجلد على اضعف الايمان، وخلي بالكم ان احنا حوالين العين اصلا منطقه رقيقه جدا، فتخيلوا لما يحصل فيها ترقق في الجلد، فانا اضفت مشكله عن المشكله اللي اصلا كنت بتحاولي تعاليها. تاني حاجة اللي بيقابض للأوعية الدموية، ده مش صح إن احنا نعمل كده، عشان ممكن نأثر على العين مع الوقت، الامتصاص بتاع العين للمادة دي ممكن تعمل لنا مشاكل في العين نفسها. برضو امتصاص الكورتيزون فترة طويلة ممكن يعمل أمراض في العين زي الجلوكوما، زي الكاتاركت، وبعض الأمراض في العين نفسها كمان نتيجة الامتصاص اللي بيحصل للمادة اللي هي الكورتيزون. برضو التوبيكال انستيزي او المخدر اللي محطوط ممكن يعمل حساسيه حوالين العين، فيبقى انا اضفت مشكله اخرى الى المشاكل اللي اوريدي بحاول اعالجها حوالين العين. علشان كده يا جماعه اللي هو البريبريشن اتش او الهبت ان انا استخدام كريم البواسير لعلاج هالات او انتفاخات حول العين ليس صحيح، وارجو ان احنا ما نجربوش وما نعملوش، لان مع الوقت هيعمل لنا اعراض جانبيه، وهيدخلك في مضاعفات
اخرى غير اللي انت حاولتي ان انت تعالجيها، حتى لو بدا في الاول ان حصل تحسن. والحقيقه مش بالضروره خالص اصلا ان يحصل تحسن في الاساس، بالعكس زي ما قلنا ممكن يحصل من الاول مثلا اريتيشن من الكريم ويحصل حساسيه بسبب الحاجات الموجوده في الكريم. فيا ريت ما نمشيش ورا اي هبات جديده ملهاش اي لازمه. وحتى علميا لم يثبت دراسات علمية ان احنا نقدر نقول للناس استخدموه لهذا الانديكيشن يعني. وبالتالي اذا انت عايزة تعملي حاجة اشتري كريم عين في كافيين في اي حاجة مناسب مثلا للمشكلة اللي انت عندك، واذا كانت حالة جراحية فلازم تعملي لها جراحة، يعني لازم تشخص المشكلة اللي حوالين العين وتاخد العلاج المناسب، مش اي هبة نقلدها من الاجانب او غير الاجانب علشان الناس دي عايزة تعمل ترندز وخلاص. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد قبل ما تطلع المشكلة، هي لسه ما طلعتش عندنا بس هي منتشرة بره، فخلي بالكوا وبلاش تجربة حاجة زي كده ملهاش أي لازمة يعني.